معنا مباشرة في الاستوديو المحلل السياسي حسين الكناني. أهلا بك أستاذ حسين. بداية، يعني غدا ينتهي عمر البرلمان الحالي، كيف يمكن قراءة هذا الحدث؟ وهل فعلا كانت الدورة البرلمانية هي تعتبر الأسوأ من بين الدورات بعد العام 2003؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. قطعا هذه الدورة تم تصنيفها على أنها الأسوأ على الإطلاق، خصوصا أنه الوظيفة الأساسية للبرلمان هي المراقبة والتشريع، وبالتالي كانت فاشلة إلى درجة كبيرة في مسألة الرقابة، وما استطاعت يعني تقديم أي مسؤول للمساءلة وكذلك للإقالة أو الوقوف على السلبيات وحجم الفساد. نعم. بالنسبة للتشريع، قطعا هنالك الكثير من القوانين المهمة حتى هذه اللحظة يعني لم يتم تشريحها، وإنما اقتصرت هذه الدورة على تشريع بعض القضايا التي قد تتعلق نوعا ما في الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي سوء الإدارة وكذلك سوء الوظيفة التي تم تشخيصها لهذه الدورة يعني لا تقبل الجدال، ومن هنا كان هنالك رغبة بإعادة يعني بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تتمتع بقاعدة برلمانية كبيرة كي تواجه التحديات وممكن أن تتخذ قرارات مهمة، وبالتالي مسألة حل نفسه للبرلمان حتى يتم إجراء انتخابات بموعد الذي تم تحديده. طيب، هناك حديث عن إمكانية وجود فراغ دستوري، يعني أن البرلمان سيغيب وسيكون هناك حضور للحكومة دون أي رقابة برلمانية، هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على المشهد العراقي بشكل عام؟ قطعا لا يؤثر، لأنه سوف يتم يعني إجراء انتخابات. نعم، سوف نقع في الفراغ الدستوري بعد أن يتم يعني حل البرلمان لنفسه، وهذا يفسر لنا قرب المدة بين حل البرلمان لنفسه وإجراء الانتخابات. تم تحديدها منذ البداية قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام، وبالتالي خوفا من تفرد بعض الجهات سواء رئاسات يعني رئاسة الوزراء أو رئاسة الحكومة بالقرارات أو عقد اتفاقيات مهمة بعيدا عن البرلمان، وباعتبار أنه لا يوجد برلمان، ومن هنا نقع في الفراغ الدستوري. ومن هنا حتى تدفع هذه الشكوك والمخاوف تم تحديد المدة اللي هي حل البرلمان لنفسه قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام، وتم بالفعل التصويت على هذه المادة قبل مدة ليست بالقصيرة. شكرا لك أستاذ حسين.